مرة أخرى نرجع لحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة الهامة، نتكلم فيها عن نوع هام من التعليم وهو التعليم الفني وأمل كبير في التقدم. وإحنا بنتكلم عن التعليم الفني بحب دايما أشير للدول اللي استطاعت أن تستغل هذا التعليم وتطوره وتحقق الصالح العام، بل تنهض بالكثير من الصناعات الخاصة بها حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة. عندنا أمثال كثيرة وعديدة، منها الصين واليابان وألمانيا وسنغافورة. في المقام الأول اهتمت بكل أنظمة التعليم. لو أخصينا التعليم الفني تحديدا، هو التعليم المهني المتحدد أو الخاص بالنهوض بالأشياء العملية، يعني اللي بيخرجوا لنا عمال خاصين بالصناعة بالتجارة، اللي بيطوروا لنا المنظومة بشكل كبير وفي نفس الوقت ما نقدرش نستغنى عنهم. خدوا بال حضراتكم، الدول دي قدرت انها مش بس تطور هذا التعليم ولكن تحقق الصالح الكبير لبلادها في دعم الاقتصاد القومي المصري من خلال الأيدي العاملة المهرة اللي ابتكروا كل ما هو جديد في الصناعات المختلفة حتى أصبحوا بيصدروا من هذه الصناعات لكافة دول العالم. نحاول في هذه الفقرة نوضح لحضراتكم قيمة وأهمية التعليم، إزاي نقدر نستغله الاستغلال الأمثل، إزاي نربطه كمان بعملية التدريب. يعني التعليم الفني للأسف كان زمان بيعتمد فقط على التعليم النظري، لا، هو في قائم في المقام الأول على التدريب العملي، إنك أنت تنزل وتشوف المصانع وتشوف أثناء الدراسة بتاعتك العملية التعليمية اللي أنت بتتعلمها نظري تشوفها قدام عينيك وأنت كمان بيستفيد من هذه التجربة عملي. خلوني أرحب بضيفي العزيز اللي مشرفني في هذه الفقرة ولنفتح العديد المحاور الخاصة بالتعليم الفني معه إن شاء الله، الأستاذ سامي أبو رجيلة، خبير التعليم الفني. برحب بيك يا فندم. اهلا حضرتك. اهلا بيك يا استاذ عاصم. اهلا بحضرتك. دايما واحنا بنتكلم عن التعليم الفني مع حضرتك بتعتز بهذا النوع من التعليم ودوره طبعاً بشكل كبير جدا في دفع الامه. لو قلنا قيمه وهدف هذا التعليم بشكل عام. والله اذا اردنا التقدم الحقيقي لمصر فلا تقدم بدون الاعتناء والعنايه بالتعليم الفني الزراعي والصناعي بوجه خاص. الزراعي والصناعي بوجه خاص، بوجه عام الزراعي والصناعي والتجاري، ولكن التركيز كله دلوقتي إذا أردنا التقدم الزراعة والصناعة، يبقى التعليم الزراعي والتعليم الصناعي هو ده الهدف المحدد الذي تسير عليه البلاد وتسير عليه، وهناك أولوية من القيادة السياسية، وهذه شهادة للتاريخ أن ما في قيادة سياسية أولت بالتعليم الفني بالعناية والتقدم مثل القيادة السياسية في الوقت الحاضر اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولذلك يعني كنت سعيد جدا وفي غاية السعادة شوف حضرتك زيارات معالي رئيس الوزراء في كل بلد وفي كل محافظة، أول ما بينزل بينزل على إيه؟ على المدارس الصناعية والزراعية، وده ما كانتش بتحدث أبدا في أي عهد بصراحة وشهادة للتاريخ. جه عندنا مدغمر، أول ما دخل وأول شيء زاره المدرسة الصناعية، ومش دخل المدرسة الصناعية كده، لا، ده راح الورشة وشاف الطلبة بيشتغلوا ازاي. ولذلك ان يوميها تردد اسم قناة مصر الزراعية كتير جدا، قال لك ده نتيجة اهتمام الاعلام وخاصة قناة مصر الزراعية بالتعليم الفني. فعلا كان معاه، كان هو معالي رئيس الوزراء وكان معاه وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، وكان معاه معالي الدكتوره وزيره الصحه. نعم. ولذلك ان في هذا المجال يعني الدكتوره هاله زايد الاخت الفاضله وزيره الصحه المصريه يعني غايه وشعله نشاط. ومن هنا انا بقول لها اوعي تنسي يا دكتوره هاله الموضوع اللي اتكلمنا فيه، موضوع مستشفى الطوارئ بميت غمر، اوعي تنسى الموضوع ده. ففعلا في اهتمام بالغ بالتعليم الفني على جميع المستويات وعلى جميع المحاور. طيب ازاي نقدر نطور ونستغل التعليم الفني للاستغلال الامثل بحيث ان احنا نلحق منظومه التعليم النظري بمنظومه التدريب المهني على ارض الواقع بالمصانع وبالشركات او بكافه مناطق العمل اللي بتبلور وظيفه التدريب المهني؟ كان في السابق الاهتمام
بالمواد النظرية في التعليم الفني. ليه؟ لأنه كان في نظرة إصدراء ونظرة يعني فيها يعني مش عارف يعني بينظروا لطالب نظرة دونية يعني دونية للطالب التعليم الفني إنه هو طالب فاشل، مع أن المفروض العكس، لأن لن تتقدم البلاد إلا بالتعليم الفني. زي ما حضرتك قلت في البداية في المقدمة، الصين، اليابان، سنغافورة، ماليزيا، كوريا، ألمانيا الماكينات، حتى بيسموها الماكينات، يعني مش الماكينات الألمانية. ولذلك إن في الوقت الحالي الاهتمام الكلي والشامل بالتعليم الفني العملي، الورشة، المعمل، الأرض، دلوقتي اهتمام كلي على جميع المحاور. ده غير كده تم التوسعة بالتعليم الفني العملي. كان الأول مقتصر على إيه؟ على الورشة في المدرسة أو الأرض في الزراعة. لا، ده دلوقتي حصل توسعة كبيرة جدا. إيه التوسعة؟ إن في دلوقتي حاجة اسمها التعليم المزدوج. ما معنى التعليم المزدوج يا أستاذ عاصم؟ التعليم المزدوج هو إن الطالب ما يروحش المدرسة للنظري إلا يومين في الأسبوع. يومين في الأسبوع نظري، أربع أيام عملي في إحدى الشركات أو المصانع اللي هي تبع القسمه. يعني لو كهرباء يروح شركة كهرباء أو مصنع كهرباء، لو سيراميك يبقى يروح كذا، لا وهكذا. فأولوية تامة بإيه؟ بس فيه هنا بقى بعض المعوقات. إيه هي يا فندم؟ إيه اللي هي؟ أنا بود الطالب الورشة، المصنع أو الشركة. ليه؟ عشان يتعلم ودلوقتي. عشان يتعلم. لا، بعض رجال الأعمال للأسف الشديد بياخدوا الطالب ده يشغلوه يعني لا مؤاخذة كشيال، كفواعلي، وما بيدهوش يعني بدل ما يشترهم أو بدل ما يأجرهم أو بدل ما يشغلهم واحد يشير واحد كذا واحد كذا عامل، لا بيستغلوا للأسف الشديد الطالب ده في هذا المجال. يخرج لي إن هو برضه مش عارف حوله كأنه اتعلم، مع أن دي ضمير بقى، ده ضمير. ولكن في حاجة، إن الامتحانات والاختبارات حاليا في التعليم الفني عملية ولها الأولوية في النجاح والرسوب. دي حاجة. تاني حاجة، إذا الطالب غبلي 75% من العملي يحرم من دخول النظري وتعتبر له سنة رسوب. يبقى الأولية فين دلوقتي؟ الاهتمام بإيه؟ بالعملي. ما كانش موجود الكلام ده. تمام. يعني كان يعني معلش كنا بنخرج طلبة معلش فشلة، ما عندهمش حاجة، حتى ما اشتغلش، ما تدربش، ما تدربش، لكن دلوقتي عليه. لا، ده في حاجة كمان، في حاجة دلوقتي هنعمل زي ألمانيا. وافتكر عاصم بيه الكلمة اللي هقولها دي. ازاي؟ الطالب عندي هيتخرج معاه دبلوم في صنعة معينة، مش هيقدر يفتح ورشة ولا يشتغل مثلا او ولا يشتغل في مصنع ألبان ولا يفتح دكان ألبان وكلام ده الا برخصة، والرخصة دي اللي هتديه الجودة في التعليم. بياخدوه يعملوا له اختبار تاني غير الامتحان الأساسي بتاعه، اختبار تاني على أساس يدوله رخصة لمزاولة المهنة. تمام. دي البرنامج ده والموضوع ده متواجد في ألمانيا. متواجد في ألمانيا. إن مش أي حد، يعني عندي 10,000 طالب يعني هشتغلوا كلهم، لا، في طلبة منهم كويسين، وطلبة الطلبة كويسين، تعالى أعملك اختبار، ومن خلال الاختبار ده
هديك الرخصة لمزاولة المهنة وتكون رخصة دائمة، مش رخصة بقى بتاع المجلس المحلي أو الكلام ده أو لا 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 لا، رخصة من إدارة الجودة في الوزارة، وهي اللي هتمنح له الرخصة. بتشتغل مثلا في اللحام تعالى، بتشتغل في سيارات تعالى، بتشتغل في ألبان تعالى، منتجات حيوانية تعالى، وهكذا. فأصبح اهتمام كلي وجزئي بالتعليم الفني والطالب المتدرب. عدد طلاب في التعليم الفني دلوقتي هل بكميات كبيرة فندم، ولا ناس كتير جدا كانت زمان بتعزف شوية عن التعليم الفني وبتحب تلتحق بالتعليم العام؟ ما هو ليه؟ نعم. ليه؟ كانت النظرة الدونية للتعليم الفني، فبينظروا للطالب بتاع التعليم الفني ده فاشل، جايب درجات متواضعة وكده فاشل. إنما حاليا يعني أبشرك إن في ناس غيرت الرغبة وجايبين درجات سنة وعام، وبعد ما دخلوا سنة وعام وبرضو الفضل لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لقناة مصر الزراعية على الاهتمام الذي توليه للتعليم الفني. يعني اهتمام بالغ ما بنشوفوش في اي قناه. ده يا فندم قال الدكتور طبعا نادر قدمه كده. ايوه، فدلوقتي اصبح طلبه وطالبات بيغيروا رغبه، بدل الثانوي العام يدخلوا التعليم الفني. ليه؟ لانه الثانوي العام بعد ما يروح هيبقى ايه؟ يعني لو جاب بقى مجموع طب او هندا، طيب افرض ما جابش مجموع، تجاره، ادخل كليه من كليات النظر، معهد، حقوق، خلاص. طيب بعد كده هيبقى ايه؟ اركن، يبقى زودنا البطاله. لا، هو عايز يتخرج حتى لو خد دبلوم بس مع صنعه. ليه؟ ما هو لقى ان في اهتمام بالغ بالتعليم الفني. خلينا نقدر نقول يعني النوعين من التعليم مهمين، سواء التعليم العام او التعليم الفني. لا، ما هو الاثنين مهمين جدا جدا جدا، ولكن التعليم الفني ولكن الطالب دلوقتي اعتقد نظره المجتمع تغيرت لنظرة التعليم الفني. يعني بعد ما كانت نظرة دونية زي ما حضرتك قلت، لا، أصبحت نظرة كلها احترام للتعليم الفني. ليه؟ لأن هيخرج بيدخل من التعليم الفني ده هندسة، بيدخل كلية القمة اللي ممكن على طول لو هو طالب أدبي في الثانوي العام بأقل مجهود، كمان غير الثانوي العام، بأقل مجهود، يعني ربع مجهود الثانوي العام يدخل أي كلية، كلية هندسة يدخل، بيوفر مصاريف الفلوس الدراسية، كلية تكنولوجيا. لا، ده في حاجة عاصف بيه كمان، إنه هو في المصنع وهو بيتدرب في المصنع الأربع أيام له أجر، يعني في دخل كمان في فأنا بعمل إيه دلوقتي؟ بشيل عن عائق الأب ولي الأمر والأسرة العائق المادي. فالولد بيتدرب وبيتعلم وله ايه؟ اجر. في حاجه كمان عملناها، الحاجه ديت ممتازه جدا، ان اتفقنا مع اصحاب الشركات ورجال الاعمال واصحاب المصانع ان الطلبه اللي عشان هم يهتموا كمان بالطالب، ان الطلبه اللي عندكم اول خمسه منهم، الخمسه الاوائل منهم يتعاقدوا معاهم وشغلوهم، يبقى الطالب ما فاتش يوم واحد قاعد في الشارع. مجرد ما النتيجه تظهر ويبقى من الاوائل، الخمسه الاوائل في المصنع ده يتعاقدوا يشتغلوا فيه مباشره، ويشتغلوا ايه؟ مساعد مهندس. يعني شوف، دي ما كانتش موجوده، كل ده ما كانش موجود. فده دليل على ايه؟ دليل على عايزين نوسع التعليم الفني لخدمة المجتمع. اهم حاجة خدمة المجتمع، مش توسعة التعليم الفني النظري، لا، توسعة التعليم الفني العملي لخدمة المجتمع. دي حاجة. يبقى دي الايه؟ اسمه النظام المزدوج. في نظام تاني بقى برضو ممتاز، ما قلت لسيادتك توسعة. النظام التاني ان هو الانتساب زي الكليات، اسمه نظام عمال. النظام ده لا يخضع لمجموع. جاب 50% ادخل. لا يخضع لسن معين، 40 سنة وعايز تدخل ادخل. لا يخضع لموقع جغرافي،
يعني انت عايز تدخل عمال جاي لي من مرسى مطروح وجاي لي القاهره ادخل، من مرسى مطروح واسماعيليه ادخل، لا يخضع لاي حاجه. وعشان اقول لحضرتك الاهتمام، هو بيدخل سواء بقى عنده 40 سنه، بس بشرط ان هو يكون رسب ثانويه اولى ثانوي مرتين، سواء بقى اولى ثانوي فني او عام. طب كلمنا عن النظام ده بيعمل ايه او بيبقى ما انا هقول لحضرتك يبقى رسب سنتين، ثالث سنه، لان هو لو رسب سنه واحده له حق الاعاده، رسب السنه الثانيه يبقى هو بره في الشارع. لا، ما انا مش عايزه بره في الشارع، ما هو لو بره في الشارع هتبقى مشكله عليا. لا، انا بديله كمان منحه، بديله فرصه، تعال لازم اعلمك. واهم حاجه عندي اعلمك صنعه، اهم حاجه الصنعه. اعلمك صنعه ازاي؟ ان مش مرتبط يا عم بعمر، تعال لي 50 سنه، تعال لي 30، تعال لي 20، تعال لي اي، المهم تكون رصدت سنتين متواليتين في اولى ثانوي. بعد الكلام ده ايه اللي يحصل؟ باخده، خلي بال سيادتك بقى، يحضر عندي في المدرسه النظر العملي فقط، النظري يذاكره في البيت. تمام، يحضر عندي في المدرسه. ولازم لازم يحضر واذا تغيب عن النظري 75% برضه. نعم، لا بالسلامه. طيب استاذ، متوقف عند الجزئيه دي بس، ونروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك. فاصل مشاهدينا الكرام، ولسه مكلمين معاكم، انتظرونا بعد هذا الفاصل. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام، حدثنا في فقرتنا النهارده عن التعليم الفني وكيفيه النهوض بهذا القطاع العريض من التعليم، حتى نستطيع ان نجعل من كافه الاشياء الاساسيه اللي من خلال ان احنا لو فعلا استغلناها استغلال الامثل الخاصه بالتعليم الفني، اعتقد نقدر ننهض بالاقتصاد القومي المصري، خاصه في الصناعه والزراعه، زي ما ذكر ضيفي العزيز الاستاذ سامي. استاذ سامي، برحب بك مره اخرى. وزي ما قلنا عن التعليم الخاص بالرخصه اللي بيديني قدره كبيره جدا على تخريج دفعات كثيره من الصناعيه، المهنيين المدربين اللي عندهم رخصه بتؤكد ان هم مهنيين بشكل فعلي. ودي النظام ده ألماني، معمول به في ألمانيا. ودي مفاجأة لكل المشاهدين اللي هم سامعيني دلوقتي. النظام ده هيعمل به بإذن الله السنة دي، إن مش الشهادة اللي هتبقى رخصة بتاعتك. الشهادة لا، خلاص أنت شهادة إن أنت معاك دبلوم، ولكن تفتح مصنع، ورشة، محل كذا، يبقى لازم الرخصة. لازم. وفي فرق بين الرخصة المهنية اللي هي للغير المتعلم والكلام ده، دي تبع ايه بقى؟ القوى العاملة او النقابة بتاعته او الكلام ده. ولكن انت لا قوة عاملة، لا، ده انت خارج من قسم في مدرسة، سواء زراعية مثلا منتجات البان، او صناعية بقى كذا وكذا 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 وكذا. وبرضو البنات، ما نخفلهمش. ليه؟ البنات في مدرسة فنية بنات، فيها كل حاجة، خياطة، فيها كهرباء، في فنية بنات فيها كهرباء، في كل ما يخطر على بالك، طبعا تغذية، فيها كل حاجة، اللي هو الاقتصاد المنزلي، فيها كل حاجة. فبرضو دول البنت سواء عايزة تفتح مثلا مصنع تريوكو أو مصنع ملابس أو الكلام ده، هتخضع لنفس امتحان الرخصة في الجودة، واخد بلستك معايا. فده دي مفاجأة، ومفاجأة ممتازة جدا، محدش قالها ولا حد هيقول ايه الا هنا. فالحمد لله ديت على اساس يخرج، عايز البلد تستفيد من الطالب المتخرج ده، وتستفيد كمان علميا. صحيح. انسان متعلم هيبقى مهما كان على خلق. تاني حاجة، إنسان متدرب تدريب على أعلى مستوى، لأن جميع المدارس الصناعية والزراعية، جميع الأجهزة حاليا اللي فيها على أحدث تكنولوجيا. نقدر نقول يعني التعليم الفني في مصر بشكل عام بشقيه الثلاثة اختلف، بل بأفضل دلوقتي، الحمد لله رب العالمين. والله شهادة للتاريخ، شهادة للتاريخ. القيادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد كده الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، بعد كده الدكتور احمد جيوش نائب وزير التعليم الفني، ما شاء الله. يعني
شعلة نشاط في كل وقت في مدرسة وفي كل وقت في محافظة وفي كل وقت ليه؟ وبيركزوا على التعليم الفني وبيركزوا على أهم حاجة الورشة. طب الرسالة اللي ممكن تقدمها لكل طلبة التعليم الفني تحب تقول لهم يا أستاذ سامي؟ أو النصائح الأهم اللي ممكن تنصحها لهم تغير مجرى حياتهم؟ أول حاجة أولياء الأمور. أول حاجة الأب والأم، ساعد ابنك، حفزه إن هو ده مستقبله، لازم تولي اهتمام كبير وتروح المدرسة وتسأل على ابنك هل بيحضر العملي ولا لا، لأن العملي هو الأساس اللي ابنك هتخرج منه. ما النظري انتهى، هيمتحن نظري، فلا بد أن تولي اهتمام بالغ بالسؤال على ابنك في المدرسة وهل بيغيب ولا لا. مصر أمانة أمام عينيك، لن تتقدم مصر إلا بك أنت، لأن الشباب، ولن تتقدم مصر ويندحر الإرهاب فعل فعلي إلا بتعليمك بصنعة. شوف لما هتتخرج ومش هيكون معاك صنعة، فلا بد أن تولي اهتمام بالغ ولا تتغيب عن التعليم الفني ولا عن الورشة ولا عن صحيح أي شيء يرتبط بالتعليم الفني العملي. صحيح العملي. واعتقد ده مسك الختام اللي احنا ممكن نقوله ونوجهه لكل ابنائنا الطلبه والطلبات من طالبي التعليم الفني. اتمنى رب لهم التوفيق، ودايما بنقول الدوله المصريه مش بس بتشتغل في محور معين ولكن كافه المحاور اللي من شانها ان تنهض بهذا البلد، واعتقد اهمها هو محور التعليم بشقيه، التعليم العام والتعليم الفني. اتمنى رب التوفيق لهذا القطاع العريق من التعليم. وبشكر جدا ضيف العزيز دايما بتنورني الاستاذ سامي ابو رجيله الخبير في التعليم الفني، شرفتني فنان. تحياتي لحضرتك. ربنا يعزك، ربنا يعزك. أيضا بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. إن شاء الله غدا اللقاء يتجدد مع كرو عمل جديد. إن شاء الله أنا ألقاكم يوم الأحد القادم تحية في العمل، وكمان بشكر زميلتي مها اللي كانت معايا في تقديم البرنامج في البداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.